السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه هو الاجايل؟ زي ما قاموس بمعرفة بيعرفه، هو الادارة الذكية او الادارة السريعة او الادارة بالاجايل، وهي هدفها الاساسي انها تتجنب الهدر وبتمارس التحسين المستمر. يعني كل شوية بتبدأ تحسن نفسها بنفسها، كل شوية بيبدأ يقف ويبدأ يشوف ايه الحاجة اللي المفروض انها تصلح، عكس الادارة الثقيلة والمترهلة والبيروقراطية. فهي مركزة على بعض النقط، يعني الاهتمام مش بالورق، الاهتمام أكتر بالقيم والإنسيابية والسعي نحو الكمال من خلال الفريق الواحد، بتركز على العمل الجماعي المنتظم والمتناغم. يعني لو أنا بالنسبة لي أشارك المعلومات ولا أخلص شوية ورق وأمضي وحاجات زي كده، لا، الأهم إن أنا أشوف العميل عايز إيه، أشوف الموظفين عايزين إيه، نركز على الحاجات اللي بيحصل فيها هدر ونتجنبها، مش في المشروع اللي جاي، لا، في الخطوة اللي جاية. فبنحاول نخفض التكلفة ونحسن الخدمة ويبقى فيه استجابة سريعة لمتطلبات العملاء. مش مهم العقد بيقول ايه، قد ما المطلوب العميل اللي عايز ايه. فالعميل هو المحرك الاساسي لعمل الادارة بالاجايل في مؤسسات خاصة. طيب في المؤسسات الحكومية اللي هو بيبقى التركيز على العميل المستفيد من الخدمة، وعايزين نشوف الهدر بقى فين، الهدر سواء كان في الجهد، في الوقت، في الفلوس، من خلال مدرسة منظومة متكاملة من العمل الجماعي المحترف عشان نعمل أقصى طاقة إنتاجية ممكنة. فإدارة المشاريع الفعالة تعتبر جزء حيوي لتنفيذ مشروع البناء ضمن أهدافها وضمان النجاح في جميع المراحل، بتنسق جميع الجهود بين جميع الأطراف وبتحافظ على المشروع ضمن الميزانية المقررة والوقت والجودة والسلامة لتقديم المشروع بنجاح، وتستند الإدارة على الأجايل على منهج التكرارية بدل التخطيط المتعمق في بداية المشروع. في الأسابيع العادية بحاول إن أنا أبقى مخطط لكل حاجة ممكن تحصل في المشروع من أول لآخر، لا، أنا بركز على إن أنا هعمل الجزء دوت وبعد كده أشوف إيه الغلطات وأبدأ أطور في الخطة اللي جاية. مش لازم يبقى عندي تفاصيل كل حاجة تحصل في ال10 سنين الجايين، لا، انا كل شويه بطور، كل شهر كده ببدا اطور نفسي. فالمنهجيه بتاعت الاجايل مفتوحه للمتغيرات، اي متغير بيحصل بقدر اتقبله واقدر اتعامل معاه واخد كل التعليقات المستمره من المستخدمين النهائيين وابدا اطور نفسي فيها. وبقى في فرق متعدده الوظائف بتكرر الحاجه اللي هتتعمل على مدار فتره زمنيه، وبيتم تنظيم هذا العمل في عمل متأخر، يتم ترتيبه حسب الأولوية بناء على العمل أو قيمة العميل على أساس نطلع منتج فعال. ففي منهجية الأجايل تشجع قيادة العمل الجماعي والمساءلة والتواصل وجها لوجه، ويجب على أصحاب المصلحة التجارية والمطورين العمل معا لمواءمة المنتج من احتياجات العملاء وأهداف الشركة. يجب أن يكون الجميع مع بعض في منهجية الأجايل، فلازم يكون في التزام مع المدير التنفيذي وتمتد لكل المستويات. فعشان كده لازم نكون كل الستيك هولدر واصحاب المصلحه في المشروع دوت عارفين ان احنا هدفنا ان احنا بنعالج المشاكل اللي هتظهر وجاهزين ليها، وناس كتيره جدا شغالين فيهم. فبيبقوا عارفين ان لما هيقبلوا الاجيال دي هيبقى في وقت كتير مستثمر في تنظيم الشغل وإزالة أي عقبة وإزالة الحاجات اللي هي بتواجهنا في أسلوب الشلال وفي الأساليب العادية. ففي نوع من أنواع التحسين المستمر. في أهداف أو مبادئ لازم نشتغل عليها. الهدف الأول هو إرضاء العميل عن طريق التسليم المبكر والتواصل لمخرجات ذات قيمة، وده اللي هيساهم في البيم من خلال فهم احتياجات العميل اللي هو الـ EIR ورؤية العميل لنموذج ثلاثي الأبعاد ومفاقته وأداء التعديلات عليه في مرحلة مبكرة من المشروع. الترحيب بتغيير المتطلبات، ولو في مراحل متقدمة من التطوير فالمنهج بتاع الأجايل بيسخر التغيير لصالح الميزة التنافسية للعميل، والبيم بيسهل على التعديل وإدراك المشاكل في مرحلة مبكرة من مراحل المشروع. التسليم برمجيات صالحة للاستعمال على فترات منتظمة مع استحسان المدة الزمنية الأكثر يمكننا البيم من رؤية النموذج بشكل دائم محدث من خلال الكلاود. فمن ضمن المزايا إن إحنا بنعمل الشغل كله على الكلاود، بحيث لو في اي اعتراض او في اي حاجه عايزه تصلح العميل يقدر يقول لنا هو مرتب عليه. مش لازم يبقى في اجتماع مثلا كل شهرين، لا، ممكن في اي لحظه يدخل ويشوف الحاجه. كل الناس اللي شغالين في المهنه والمطورين شغالين بشكل يومي خلال فتره المشروع،
الاعتماد في بناء المشاريع على أفراد متحمسين مع توفير البيئة المناسبة والدعم اللازم ومنحهم الثقة من أجل إنجاز العمل. أكثر الطرق فعالية وتأثيرا لتواصل المعلومات إلى خريطة التطوير بين أفراده هي التخاطب وجها لوجه أحسن من الإيميلات. ممكن 10 دقايق أروح أتفاهم معاه ونحل المشكلة. البرمجات صالحة الاستعمال هي المقياس الرئيسي للتقدم. المناهج الأجايل تشجع التطوير المستدام. ينبغي على الرعاة والمطورين والمستخدمين أن يكونوا قادرين على الحفاظ على وتيرة ثابتة على الدوائر. الاهتمام المستمر بالتفوق التقني والتصميم الجيد يعزز درجة الأجايل. البساطة فن تقليص الأعمال غير الضرورية أساسية، يعني الحاجة مش ضرورية ما تعملهاش. أفضل البنيات والمواصفات والتصميمات تنبثق من فريق العمل ذاتي التنظيم. يراجع فريق العمل على فترات منتظمة كيف يصبح أكثر فعالية ثم يدقق ويثبت سلوكه وفقا لذلك. فاللي ضرب الأجايل بتهدف لحاجات كتيرة، عايزين يبقى زيرو ويست، يعني ميبقاش فيه أي هدر لأي حاجة زي الأعطال وزمن التأخير والمنتج المعيب والمهزوم. حفظ زمن تقديم الخدمة وسرعة الاستجابة لطلبات العميل، زيادة الإنتاجية، تعظيم القدرة التنافسية القائمة والسعي لبناء قدرات تنافسية جديدة. الحد من الفاقد بسبب الإنتاج الزائد، فترات الإنتظار، في تكرار الأعمال للنقل والتداول. يعني أنت بتقعد تدرس ليه المشروع اتأخر وليه العملية دي اتأخرت وليه الجزئية دي اتأخرت، ونبدأ نحاول نطور في الشرطة. يقوم على تغيير مؤسسي يشمل العديد من الممارسات زي تحسين بيئة العمل. بهتم جدا ان ممكن مثلا الموظف عنده شاشة واحدة، لو شاشتين هيبقى احسن في الشغل. تحسين مناخ العمل النفسي، الانتظام بنظام واحدة واحدة بدل من الانتاج الكمي، تطبيق نظام العمل الجماعي، توظيف تقنيات زي البيم بتقلل الاخطاء، توظيف تقنيات المراقبة البصرية في كل الانشطة المتاحة، الصيانة الانتاجية الشاملة، بناء الجودة عند المنبع، خفض زمن وتكليف اعمال الصيانة، تطبيق مفاهيم اقتصاد الحركة لتحسين اداء الافراد. في بعض المساوئ تمام لازم نعترف بيها، الاجيال نفسها بتقول لنا لازم تعترف بالاخطاء. فلازم مثلا نعمل حاجات عشان الموضوع ينجح، ان الفريق كله على دراية، فلازم تقعد تبذل معاهم جهد. اي حد بيتعين جديد بتقعد تشرح له الموضوع ده. فدي من النظريات المنتشرة حاليا واللي الناس كتيرة بتشترطها في المشاريع بتاعتها.